مع الأسف يحز في النفس حقيقة. يعني من 75 إلى ذلك أكثر من 40 سنة والمنطقة عايشة حالة لا حرب ولا سلم، ونظن على أن أكثر حد عانى من هذه المأساة هم ساكن الصحراء، حكم أنه كان مساكين اللي مات عن والده ما شافه، ومات عن والده ما شافها، وأخوته في اللي ماتوا ولا شافوا. فهذه حقيقة معاناة إنسانية كبيرة، وأملنا كاملين نتمنى مولانا الله سبحانه وتعالى أنه يلم الشمل. وقراءة الجزائر النهار الأول كانت غلطة، بحكم أنه رأي القضية رأي دامت أكثر من 40 عام، والمغرب دولة اللي عندها 13 قرن تقد تقاوم أكثر من 13 قرن ثاني ولا حركة عن هذا البلد. إذن الجيل نتكلموا كاع على الجيل اللي خلق عقب 75، اللي خلق في 75 نظريك تعرف الحال عنده عاد 8 عام، عنده أكثر من 40 عام ما شاف، ما عاش لا في بلد، ما شاف منطقته. وحنا الحمد لله كيف ما كان الحال عندنا مجال من التنميه اللي حنا عايشينه ونوع من الرفاه، ولو انه هناك مشاكل حقيقه ديال البطاله، هناك مشاكل اجتماعيه، وهذا شيء طبيعي في اي مجتمع. هناك كاع اللي هو اكبر من ذا هو سوء العداله الاجتماعيه، وهذا هو من على الاسف اللي كيؤدي الاحتقان في المنطقه، وهذا هو الاحتقان اللي عايشينه حقيقه. ولكن كيف ما كان الحال الحمد لله عندنا نظرة للمستقبل والأمل للقدام، ودائما هناك تجديد لا في النخب ولا في الخلفيات، لأنه كيف قلت لك الظروف ماشي تغير، الظروف ماشي. بينما أخوتنا اللي مساكن شرق مازالوا عايشين على المعاناة وعلى المساعدات وعلى التموين وعلى ما تمليه الجزائر.